حتشوفوا في هذه الحلقة أطول طرحة عروس إماراتية تدخل موسوعة جينيس. سهاد عقوري يجمع بين السحر الأنثوي والملكية الراقية. جددي طلتك بمجموعة واسعة من الأحذية الجريئة. مطعم كيوبارا مأكولات غنية من الشرق الأوسط. كل هذه المواضيع وأكثر في فاشن تايم. هلا والله بمشاهدينا في كل مكان، معاكم سارة مراد في حلقة جديدة من برنامج الموضة والجمال الأسبوعي فاشن تايم. في البداية أبغى أذكركم أنه تقدروا تتواصلوا معنا على الفيسبوك والتويتر الباينة قدامكم، ودحين خلينا نتابع آخر أخبار عالم الجمال والموضة. من غير شك مدينة باريس تستحق لقب عاصمة الموضة، وغير كده هي عاصمة الأزياء والأناقة. الأسبوع اللي فات اتعرفنا على بعض تصميمات أكبر الأزياء العالمية لخريف وشتاء 2014. أبغى أعرفك اليوم كمان على أجدد مجموعات دور الأزياء والمصممين المشاركين واللي غالباً بيتركوا أثرهم في الموضة الطالعة لكل موسم. عادت دار كينزو إلى منصة عرض أزياء باريس بتصاميمها المليئة بالنقشات المتداخلة التي تأتي لتضيف إلى خريف وشتاء 2015 نكهة خاصة. تداخلت الألوان فيما بينها، فرأينا في نفس التصميم الأزرق مع البرتقالي والبني والأسود. إنه عرض أزياء ديور الذي يعتبر من أهم عروض الأزياء التي يشهدها أسبوع الموضة في باريس. مجموعة راف سيمونز لشتاء 2015 حملت عنوان مدينة الضوء، أما القصات التي ضمتها المجموعة فسيطرت عليها موضة المرأة الرجل، ورأيناها متأرجحة ما بين ستايل الأنثوي وستايل القوي. كانت الخياطة الرجالية واضحة في هذه المجموعة، لا سيما من ناحية السراويل والسترات والجيلي. موضة ميو ميو ترى المواسم بطريقة متشابكة تماماً، التي تميزت بقصات رياضية مفعمة بالأنوثة ومتألقة بأهدأ درجات ألوان السماء السبعة وأكثرها جذباً للانتباه. العرض كله للباحثات عن البهجة والرشيقات أيضاً، ولكن الجمال الكامن في كل تفاصيله للجميع. الجميع كان في ترقب حذر، كانت الأنظار منصبة على نيكولا غيسكيه هذه المرة، فالجميع كان في استنفار لتقييمه، خصوصاً وهي مجموعته الأولى للوي فيتون. أضفى لمسته الخاصة ورؤياه لإمرأة هذه الدار العريقة، طبعات جديدة، حقائب بأشكال مختلفة وأنسجة جديدة. مجموعة الخريف والشتاء ل 2014 و2015 أتت لمعة عصرية ومعاصرة بلمسة أنثوية رائعة، عبر عنها المصمم من خلال الفساتين ذات القصات أي والسراويل الضيقة. لا نختلف أن كارل لاغرفيلد هو الأكثر إبداعاً حالياً، فعرض أزياء شانيل يأتي دائماً الأضخم، حيث قدم عرض أزياء شانيل في مركز تسوق كبير في باريس. وبالفعل حول المصمم لاغرفيلد منصة العرض المعروفة باسم القصر الكبير إلى سوبر ماركت حقيقي. أما بالنسبة إلى الصيحات التي سيطرت على المجموعة، فقد لاحظنا أن الألوان الحيوية هي الرائجة، حيث تنوعت التصاميم بين الزهري والأصفر والبرتقالي والأحمر إلى جانب الأسود والأبيض طبعا. أما هادي سليمان من إيف سان لوران فكانت بطلة عرضه فتاة شجاعة قوية الشخصية ذات طلة، لا تخشى ارتداء التنانير القصيرة والفساتين اللامعة مصحوبة بأحذية عالية الساق ذات ألوان صارخة مثل الفوشيا، استوحاها من حقبة الستينات. ركز هادي كثيرا في عرضه هذا على الأقمشة اللامعة التي طغت على العرض وعلى قماش اللاركس، كما أبدع في تصميم الجاكيتات والمعاطف الشتوية. في عرض ساحر قدمت ماركة الأزياء العالمية نيناريتشي مجموعتها الجديدة أطقم أنيقة، كانت من أهم القطع التي تألقت في هذه المجموعة إلى جانب الفساتين الموحية والمعبرة بالدانتال، فهي قادرة على إكساب إطلالتك رونقاً وسحراً خاصاً. تميزت المعاطف التي قدمتها نيناريتشي في هذا الكولكشن بالفراء والصوف الدافئ حتى في ألوانه، أيضاً القصات الراقية والنابضة بالرقي لتمنحك إطلالة استثنائية. أضافت دولة الإمارات رقم جديد في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، وهذا الرقم كان لطرحة عروس اللي بلغ طولها 5 كيلومتر في معرض زفاف مميز هذه السنة. لنتابع.
الفكرة جت لصديقي يوسف جو هنا في المصري المقيم في الإمارات، وقال لي رأيك نعمل حاجة فكرة. قلت له طبعا هنعمل طرحة 5000 متر اوريدي، تبتدي من على راس العروسه تنتهي الى ما لا نهايه يعني. فعملنا الفكره ولقيت حلوه قوي، موسوعه جينس العالميه جت صورت وخدنا بيها تذكار، واهم طرحه اتعملت في الوطن العربي يعني، يمكن في العالم كمان. كنا بنقول ان الفاشن شو ده او الكوليكشن اسمه مصر وعادت شمسك وذهبه، احنا مصر بترجع تاني تشرق من اول وجديد. كان كتير الكوليكشن بيتسم باللون الذهبي والسيلفر، في نوع لون من البهجه والسعاده، ان احنا اوريدي كنا في كابوا واوريدي طلعنا من الكابوا، فاوريدي احنا كنا اثناء يعني الكوليكشن ده اتعمل اثناء ما كان عندنا كتير مشاكل، بس احنا كنا قد المشاكل بزياده، والحمد لله ربنا قدرنا عملنا حاجه حلوه قوي بتليق بمصر بتليق بالوطن العربي. انا كتير من زبوناتي يعني كتير من الوطن العربي، فانا بعمل كوليكشن بيتسم بالاورينتال شويه، علشان انا عارف ذوق المراه العربيه بتحب ايه، عايز اعرف افراحنا، عارف مناسباتنا بنلبس ايه في الافراح، عارف امي بتلبس ايه، مراتي بتلبس ايه، اختي بتلبس ايه، فانا بعمل كوليكشن بيناسب المراه العربيه. I'm always doing this show because it caters to all the Middle Eastern clients like here and also in the GCC region. My collection is all about modern dresses. It's conservative at the same time it's sexy. It's a lot of thread work, less crystals but more intricate embroideries. It projects like a strong woman. تعتبر عاصمة الموضة في العالم العربي، كل عاشقات الموضة بيحبوا يفتحوا محلات مميزة بين أكبر ماركات العالم، ومن بين العاشقات للموضة عندنا فيكتوريا ديفن صاحبة محل هيرميون اللي احتفلت قريب بافتتاح محلها الراقي في دبي. لنتابع. هيرميون is for elegant women. We like to have sophisticated styles. We have a lot of Parisian designers. You might find a piece that you will not be able to find anywhere else in Dubai because a lot of our styles are exclusive here. Just to make the whole fashion experience a bit different than what you usually will have when you go to the big malls or something different here. You know the words in my songs, no habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them wants, London to Taiwan. كتير مبسوطين انه في فيري نايس سيلكشن بالبوتيك، وكتير كمان يعني بتمشي مع الخط اللي ماشي في دبي ستريت ستايل، هن الترندي ستاف والنايس والاب تو ديت اوتفيتس.
فقرات لسه جايتكم، خلوكم معنا. الشيء المميز انه كله باسترز، يعني كله الوان فاتحه اجمالا، ما في قماش محدد ركزت فيه، اشتغلت بالدونتيل. هلا بيكم مره ثانيه في فاشن تايم. سهاد عقوري واحد من ابرز المصممين اللبنانيين في دوله الامارات، قدر من خلال تقنياته واعماله الفريده انه يترك بصمه في عالم الموضه والاناقه. خلينا نرحب بالمصمم سهاد عقوري. هلا فيك سهاد. هلا فيكم. ايش اخبارك؟ الحمد لله. شكرا ان جيتك اليوم، احنا مره متحمسين نشوف اغراضك. وانا كمان كثير مبسوط اني استقبلتوني عندكم. ثانك يو. حكيني كيف كانت انطلاقتك في مجال التصميم، هل واجهت اي تحديات في البدايه؟ والله اصلا بلشت سن صغير، يعني بلشت ايام المدرسه، كنت شوي شيطان بالصف، ما كنت ادرس مزبوط بس كنت ارسم، وبعدين كسبت الخبره اشتغلت مزبوط فيها ودرستها على دراسه يعني، والحمد لله وانطلقت. يعني كان حاجه باشن من صغرك؟ يعني اكيد، يعني لو ما انا برتاح انه امشي فيها ما كنت عملتها من الاساس اكيد. صح. طب حكينا عن اخر اطلاق الكولكشن، اخر واحد، ايش المميز فيه؟ الشيء المميز انه كله باسترز، يعني كله الوان فاتحه اجمالا، ما في قماش محدد ركزت فيه، اشتغلت بال بس اجمالا يعني كل القماشات الاورجانيك الطبيعيه، ما لنا سنتيتيك ابدا. اشتغلت بالدونتيل، دونتيل اكثر شيء رح تشوفيه، طبعا الربيع يعني ورود زهر بيتلز هالقصص هاي، هاي اللي موجوده بالفساتين اجمالا. طب عندنا الحين اول فستان بنشوفه، بليز حكيني ديتيلز، ايش الاقمشه اللي استخدمتها، واللون على فكره طالع مره حلو. هو هيدا من الالوان تبع السبرينج سمر 2014 اللايلاك، مثل ما شايف الفستان صيفي ربيعي بس مريح كده فلوي. أيوة. يعني ايوه، حتى البطانية من جوا قصيره مش طويله، وبنفس الوقت يعني الفستان بينلبس كطويل بينلبس كقصير. الديزاين تبعه كثير سيمبل، يعني هلا البساطه بالموضه كثير دارجه، البساطه قد ما فيكي، يعني الفستان لازم يكون جدا مريح وسيمبل بسيط، ويكون في لعب بالقصه والقماش. والتنوره مثل ما شايفه بالتول كلها معموله بوكس بليت، درجه كثير الكسرات مش درجه، يعني الرويال برنسس كات هول الدرجين. والشغل مثل ما شفتي ما كان على الصدر، رح وصار على الخصر مع السنتوري الرفيع. سمبل، فيري سمبل. طب كيف تقبل البنات الخليجيات لتصاميمك؟ لانه اتس فيري سمبل، وتعرف الخليجيات يحبوا شويه الاثقل. لا مش الكل. يعني اذا بدنا نجي نحكي بعشر سنين لورا كانت الموضه غير. والموضة يوم بعد يوم عم تتطور بدول الخليج عامة. مش كل الناس عم تتقبل الفستان اللي كله في شغل ولا كيف في شك. في فساتين عم بتكون كثير سيمبل، قد ما تكون خفيفة وقد ما تكون ناعمة وتركيز على القماش والقصة سيمبل، هن هيدا اللي مطلوب. انت بدك تنقي اي كريستال تشتغلي فيه، شو المواد اللي عم بتطرزي فيها، والقماش تبعك كيف بده يكون. حتى لو كان الفستان طوله 10 امتار ممكن يكون خفيف ممكن يكون ثقيل. هون الشطاره بتلعب دورها، انه باي طريقه انت بدك تركبي الفستان. طيب خلينا نشوف الفستان اللي بعده. عجبني الالوان صراحه، وهذا اقدر اقول انه يعني مو افخم بس اثقل من اللي شفناه قبل. هيدا اثقل بالقماش، في عندي طبقات من التول من جوا وركب دونتيل فوقهم، الدونتيل مصبوغ بالايد، يعني هذه الالوان اللي شايفتيها اللايلاك مع الاصفر هي مصبوغه بالايد وعليها كريستال. طبعا هذا الفستان مور ريد كاربت اعتبريه. طب ايش الشخصيه اللي انت تحسها ممكن تلبس تصاميمك؟ شخصيه الست اللي انت تتخيلها وانت بتصمم. لاحظتي كذا مره حكيت عن الانوثه، اهم شيء الزبونه ولا المراه تكون عندها الانوثه وبتنبسط فيها، يعني بتحب تظهرها بمظبوط. انا ماني من الانسان من الناس يلي بحبوا مثلا يعملوا كتير ديتيلز بالفساتين تبعهم، ومشان هيك انا بلاقيها يعني مثلا انه حتى زبايني لما بيرتاحوا لي، ليش؟ لانه بقدر الاقي لهم الشيء اللي بجسد انوثتهم وجمالهم، مش انه عم تعملي لهم اشياء لتبينيهم حلوين، يعني عرفتي كيف؟ هي اهم النقطه، مش الفستان هو اللي بده يخلي جمالك يبرز، انت بدك تبرزي الجمال. الحين خلينا نشوف الفستان اللي بعده، انا ابغى اعرفه بالضبط، هل هو فستان عرس ولا سهره؟ اجمالا هيك فستان بينلبس خطبه اكثر ما هو عرس، ليش؟ لانه اذا العروس منقيه تلبس ابيض على فستان عرسها، طبعا حسب لون بشرتها بتاثر، ممكن تلبس لون ايفوري، ممكن يكون داخل له بيتش مثل ما شايفين هون. انا اشتغلت بثلاث اربع درجات من البيتش، دخلتهم على بعضهم، فستان ما في كريستال ما في شك، تلعب بالقماش، تلعب بالدونتيل مع التول البرودي المطرز.
طب وايش فكره القطعه اللي هي مركبه ولا جايه مع الفستان؟ الديل اجمالا بفساتين مثل هيدي ممكن تنشال، اريح باللبس، اريح بالموفمنت. نفس الوقت ممكن الفستان يكون ملبوس ستريت كات، الفستان عادي لمناسبه ثانيه، وممكن يكون الديل راكب عليها بتتشال يعني ممكن البسها في مناسبتين الناس ما حتعرف انه نفس الفستان. ايه لا ممكن تنشال عادي، بنحط مثلا ممكن بلت عليه، جاكيت بوليرو او شيء كمان ببين غير. طب بيجوا لك زباين بيطلبوا هذا الفستان كفستان عرس؟ في زبونات بتطلب لون بفستان العرس، اي او بتحب تعمل شيء مختلف. بالنهايه لما الفستان العرس بنحكي عليه في عندك الكلاسيكي، في عندك الرومانسي، في عندك التقليدي، وفي عندك الكريزي الفانكي. سو في ناس يعني مثلا بتحب تعمل عرسه كلاسيكي بتنقي الديزاين الكلاسيك، في اللي بدها فكره مثلا تحط فيه ورد واشياء هيك صار مور رومانتيك، واللي بدها تحط تعمله فانكي بتحط له الوان. خلينا نتكلم عن الفستان اللي احنا شايفينه دحين. انا حسيت انت رجعت قصه اللي هو ماسك من الخصر وبعدين نازل منفوش. قلت لك هي البرنسس كات اللي طالعه من الفيكتوريان كات، يعني كل هالقصات اللي هي على الخصر اجمالا هي من الموضه تبع كانت بالشتويه ورجعت رفقتنا للصيف. وبتلاحظي انه دائما الخصر هو الاساس. طيب بين الانوثيه مثل ما كنا عم نحكي عنها، ومن فوق اشتغلت بالشبك واشتغلت معه بالدونتيل بشكل ناعم، ومن تحت اخذت الدونتيل من جوا شفاف الفستان، واجى التول كمان رجع كمان الكسرات يلي كنت عم بحكي عليها كمان موجوده بهذا الفستان. وهذا اللون يعتبر اورنج على بيتش نقدر نقول؟ ايه يعني في ناس مثلا بيسموه لك بطيخه، في ناس مثلا هو اصلا يعني تقريبا مثل الووتر ميلون او مثلا البطيخه الغير ناضجه. طب فين انت تنصح زباينك مثلا يلبسوا فستان زي كذا لاي مناسبه؟ هيدا اجمالا ممكن يكون لعرس، بس ممكن مثلا ما يكون لعرس اختك او عرس بنت عمتك او عرس حدا مثلا كثير مقرب لك، انت رايحه تحضري عرس ممكن تحضر تلبسي هيك، لانه الاتنشن ما لازم تكون عليك، انت معزومه على العرس مش اهل العرس. هذه نصيحه حلوه لازم كل البنات يعرفوها لما يلبسوا للاعراس. هيدي يعني المشكله اللي بتلاقيها بالاعراس صح. انه كل وحده بدها تعمل كومبيتيشن مع اصحابها مع الناس الموجودين. أيوة صح، اوقات نشوف واحده لابسه يعني فيري نايس وطالع هي مين دي، وبعدين تكتشف انها يعني بس معزومه يعني ما هي لا اخت العروسه ولا حاجه يعني. مزبوط مزبوط. بقى كيف اذا نحن المصممين اجمالا هذه هالشغله دائما بنلاقيها يعني المنافسه موجوده دائما. طيب مع مرور الوقت لما اسمك بيصير اكبر وانجح بتحس انه الامور صارت اسهل عليك ولا لا؟ لا المسؤوليه بتصعب اكثر. والله؟ لانه بتصير عندك عندك خط ماشي عليه، بدك تضلك تتعلم، تضلك تعطي اكثر، وتضلك تكوني مميزه. وطالما بتكوني مميزه وعم تتعلمي زياده، خبرات زياده، وعم تعطي زياده، بتكوني بلشتي تطلعي شوي شوي. طب خلينا نشوف الفستان اللي احنا الحين بنشوفه. انا لفت الحزام الانتباه صراحه، حكينا عنه ايش حكايته؟ هيدا من الكوتور كولكشن، هيدا بتشوفيه غير مختلف عن الفساتين التانية. جينز مع ليزر كات برينت، معمول الفستان كله سوا. جينز؟ هيدا جينز، جينز ستريتش مع ليزر كات، ليزر برينت. والبلت المعمول هو ما يبين جينز ما يبين. يعني ليش لا؟ الجينز بينلبس على السهرات. ايوه صح، بس يعني ممكن تروح سهرة أو عرس ممكن تحضر فيه الفستان. البلت اللي معمول نحن عاملينه، يعني احنا السنه الماضيه نزلنا اللاين الاكسسوارز تبعنا كله مشغول بكريستالات. وبيتشال الحزام ولا بينشال وبيتركب؟ طب كلمنا عن اخر كولكشن حق الفساتين الاعراس، ايش المميز فيها؟ سيمبل مثل ما رح تشوفي هلا بالفستانين، القصه برنسس كات ما فيها كثير شغل، مش هالشكل كثير، التركيز على القماش. اهم شيء فستان العرس يكون فخم، تتنقي يكون القماش فخم هو اول شيء عندك الدونتيل ولا الجاكار ولا القماش الجيبور، يعني هي اللي بتبين لك جمال الفستان. طب خلينا نشوف الفستان اللي قدامنا، صراحه جدا رائع، بس انا لاحظت انه ما في تطريز كثير زي ما كثير بنشوف يعني هذه الايام. ما في تطريز بالمره بهذا الفستان، الفستان تركيزه على الدونتيل القطن فرنسي طبعا، دونتيل غالي وثقيل، والتول الحرير السويسري كمان. انا عجبتني انه النفشه يعني ممتازه، ما هي منفوش اوفر ولا هو نازل بسيط زياده، يعني نفشته حلوه فخمه. هي اهم شيء بهيك فستان انه يبين الخصر، ومع هيك خصر بده يكون معه هيك نفشه، حرام يكون نفشه اصغر ولا تكون نفشه اكثر.
طب وبيحبوا البنات الخليجيات فساتين زي كذا ولا بيحسوها؟ ما بيقولوا لك حط طريز حط زود ابدا؟ اجمالا هلا اخر هالسنتين صارت الموديلات فيري سيمبل بفساتين الاعراش بدول الخليج، يعني العروس بطلت عم تطلب الفستان اللي كثير فيه حسب المناطق طبعا، بس اجمالا المعظم بطل يطلبوا الفستان اللي فيه كثير شك وشغل وبلينج ولمعات. التركيز الفستان على القماش، على القصه الناعمه، على البساطه بالعروس. طب دحين لما تيجي تبي تصمم فستان في البروسيس كله، ايش افضل مقطع عندك كبدايه او نهايه؟ متى بتحب كذا تمشمش عليه؟ الفاينل تاتش دائما بفستان العرس هي اهم شيء، لانه الفستان بيركب اجمالا كفستان عرس بيكون اول شيء عندنا الكرسي هو الاساس تبع الفستان، بلش تركب التنوره، بعد شوي بيرجع بيركب القماش كله، بتبين اخر شيء شو، بضل في عندك علامه استفهام، ودائما كمصمم عم بيعمل كولكشن دائما عنده علامه استفهام، تنجح الكولكشن ولا ما بتنجح، بتطلع حلوه ولا ما بتطلع حلوه، هي بدي احط هيك ولا ما لازم احط هيك، سو بيصير في صراع داخلي، يعني هي اهم شيء انه الواحد يعرف بالنهايه هالكولكشن كيف الدايركشن تبعها. طب والعروسه هل جسمها مثلا يساعدك على اختيار الفستان ليها؟ اجمالا كل عروس لها فستانه، مش كل العرايس بيقدروا يلبسوا الواسع، مش كل العرايس بيقدروا يلبسوا الضيق، خاصه اذا كانت العروس قصيره ما فيها تلبس الميرميد شيب يلي جاي مور ضيق على الجسم وكذا. طب وهذا البرنسس كات هو مناسب لاي جسم من البنت؟ اول شيء اللي ما عندها خصر بيعمل لها خصر. اوكي. واللي بتشوفيها بنسل شيب، يعني اللي ما لها ما مبين فيه فلات كلها سوا، بيعمل لها كمان الخصر، ببين في صدر، بيبقى النفشه تبعه بتخبي الارداف كلها سوا. اللي بتبقى ناصحه ممكن مثلا يكون، او مثلا عندها بطن ممكن يكون في كرسي هو اللي عم بيضغطها وعم بيشدها من جوا، كمان هيدا بيساعدها لا يبين لها جسمها بطريقه احلى. اول شيء بقول انه هذا فستان رائع اللي بنشوفه دحينا، وهذا ثاني فستان عرس نشوفه اليوم، فحكينا انا لاحظت دحين هذا في له تطريز. هيدا في تطريز، بس كمان تركيزي بالدونتيل القطن مش دونتيل الحرير، كمان مثل هداك كان دونتيل قطن، هيدا كمان دونتيل قطن، لونه شوي ايفوري، كنت اخذه كثير ستايل الفينتج اكثر. الايفوري اللي هو الاوف وايت؟ المور على كريمي يعني. اوكي. يعني بذكرك بايام زمان كيف كانت الفساتين العرس. طبعا نفس الشيء سيمبل كات. البرنسس كات. برنسس كات سيمبل، الهارت شيب كورسيت. بس الفستان كله كان دونتيل مقطع ونحن عملنا الديزاين تبعه، يعني هو مش انه القماشه هي هيك. واقدر اقول انه هذا ياخذ وقت اكثر من 3 شهور. اي هيدا مثلا مثل هيك فستان بياخذ اكثر من 3 شهور، خاصه انك عم تعملي باترن رسمي بالفستان تتوزع الدونتيل كله سوا وترجعي تطرزيه باللولو والكريستال. حلو. طب وانا لاحظت كمان انت طرحك بتعملها طويله جدا. يعني انا بحب الطرحه الطويله اجمالا، بس في كثير فساتين حسب زبون طبعا، حسب الفستان، اذا كان في موديل مثلا على الخصر او على الورك من ورا بنعمل الطرحه قصيره، اوقات في فساتين عرس بلا طرحه كمان. بيجوك عرس لسه كنت حسال فيه من غير طرح؟ بيطلبوا، حتى مش قصه يطلبوا، يعني اذا بيلاقوا للفستان انسب وحلو ليش لا؟ طيب انت ايش بتنصح العرايس انه يعملوا تسريحات الشعر اللي بتليق على فساتين عراسك؟ حسب، في فساتين اعراس بتلبق للشعر يكون مفلوت ونازل يعني عادي. هذا مثلا انا ما احس انه ينفع نازل لانه حرام حيغطي كل التطريز اللي ورا. ايه، وانا ما بحب النهايه انه يكون الفستان مثلا نص مع هيك فستان مثلا شعر نص مرفوع ونص نازل، بفضل يكون كله سوا بون فام باليرينا ستايل مرفوع كله سوا، يبين الديكولتي تبع العروس. أيه. وبنفس الوقت اذا كانت العروس لابسه مجوهرات بتبين مجوهراتها. صح. طب انت ايش خطوتك الجايه؟ يعني ايش الفيوتشر بلانز اللي ناويلنا هي؟ طبعا كل موسم ننزل كولكشن جديده، وطبعا كل موسم يكون في 3 كولكشن، كانت بالبريتا بورتي ولا بالكوتور ولا بالاعراس. وهيدي اهم شيء نضلنا مستمرين بهالمواضيع، وضل عندنا الافكار اللي نقدر نطبقها ونخلي الناس تنبسط. اكيد انا ما عندي شك في هذا الموضوع. تسلم سهاد لتواجدك معنا، من جد حبينا اشيائك وان شاء الله نشوفك اكبر واسمك يطلع اكثر. تسلمي، كلكم ذوق، ثانك يو كثير. ثانك يو. فاصل وراجعين، خليكم معنا. برينتد شوز من اخر الترندز اللي نزلت هذا الموسم، لا تخافي من التغيير وجربي شيء جديد. مرحبا فيكم مره ثانيه.
زي ما نسمع دائما الناس أذواق، فاليوم حنشوف آخر إطلالات النجمات بأزياء مختلفة. في منهم اختاروا أنه يتألقوا بتصاميم لافتة وراقية وتليق بمناسبات خاصة، ومنهم بأسلوب عصري ومختلف. فخلينا نشوف أحلى وأسوأ إطلالات نجمات هوليوود مع ضيفتي داليا صادق. هلا داليا، كيفك؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. أنا سمعت أنه عندك محل اسمه سوشاليستا، قولي لي داليا إيش عندكم في المحل؟ إحنا عندنا محل وأونلاين ستور، وعندنا منبيع وومنز وير، ومنجيب أواعينا من أمريكا ومن أوروبا، وحتى عندنا لوكال ديزاينرز which we're very proud of، وطبعاً عندنا كمان أكسسوريز. ممتاز، مرحله. طب خلينا نشوف إطلالات النجمات دحينا. أول واحدة عندنا ليدي غاغا لابسة بريتش ديزاينر كولد جاريث، إيش رأيك في هذا الإطلالة؟ يعني هذا اللي لبسه كتير يعني بناسب ليدي غاغا طبعاً، يعني ولا يمكن حدا يلبسه من من الفاشن وورلد، بس لإلها لأنه هي لابسة قبل فستان معمول من لحمة و يعني بيناسب شخصيتها، بس okay. أكيد للفاشن it's a big no-no. It's a disaster. بس هو فعلاً أنا I agree with you، لأنه هي ليدي غاغا يعني مجنونة كذا، يعني مجنونة فاشن. يعني ما أعرف إذا أقدر أنا دي فاشن، بس إنه مجنونة. مجنونة وبناسبها لأنها هي هيك بتحب تسوي big statements، فا it's a statement أكيد، يعني coffee filters. لاحظت الكعب اللي هي لبسته؟ الكعب يعني أنا هذا النوع الكعب كتير بيضايقني بس أشوفه، بس again it's Lady Gaga، يعني هذا اللي يعني متوقعه منها يعني تسوي إشي crazy هيك. طب ممكن تلبسيه أنت؟ ما ممكن، لا ولا يمكن، مستحيل. أنت بتلبسي؟ ما أظن. لا ما أظن، بس يعني لو عندي costume party وممكن ها ألبسها. بالضبط هيك، إنه لهيك شيء إذا if you wanna be crazy إنه ممكن أكيد. طب خلينا نشوف اللي بعدها، عندنا كيم كارداشيان لابسة ألكساندر ماكوين. أنا كتير حبيت هذا اللوك، هو بيلبق لها وهو like نفس الستايل اللي شي always يعني بتحط بتلبس، واللون حلو عليها ومع شعرها هيك simple، والشوز بجننوا، الصندل. أيوة أنا عجبني الصندل، أنا حبيته. اللوك يعني كاملا كتير حلو عليها ولبق لها. أنا لاحظت إنها هي رجعت غمقت شعرها. يعني أنا كنت كتير حبا أشقر، بس يمكن الواحد حلو يرجع لطبيعته ويمكن زهقت وهلأ هي وقصته كمان وقصته. يعني يعني حلو بيلبق لها. أنا عجبني صراحة، عجبني الطويل أكتر يعني. حلو. وبعدين هي الشقارة عملته بعد ما جابت البيبي، فكان فرش عليها ومغير وغيرها yeah. بس يمكن كان صعب تمينتين إلها لأنه طبيعتها it's dark، ف حلو الدارك، حلو الدارك عليها. أيوة. طب إيش رأيك في الفستان؟ هل تحسي إنه يعني في أي مناسبة أنت ممكن تلبسيه؟ يعني مش during the day، إنه مش ولا يمكن هي لبسها during the day. لأنه يمكن فيه ترى a lot of details، floral، مو تطريز بس بارز يعني. بارز بالفستان نفسه، يعني ممكن ألبسه لcocktail party أو هيك إنه يعني حفلة ستات بالليل، إنه عشاء هيك شيء like ولا هيك شيء. Very nice. اللي بعدها عندنا جينيفر لوبيز لابسة وايلد فلاور جينز، وإذا لاحظتي البلوزة نفس لون الجينز، ولابسة كريستيان لابوتا شوز. أنا حبيت هذا اللوك، I know يعني ممكن إنه كتير اللون فائع، بس حلو لأنه رافعة شعرها خليها very simple، والشوز النود كولر، فيعني مش أوكي القميص والبنطلون كتير فائع، بس حلو كمان it's very on trend. هي راحة كانت حراحة تحضر ال الأمريكان آيدل، فأنا حسيته كمان مناسب للأوكيجن يعني. أكيد يعني إنه هيك it's a very big statement وحبيته عليها، وحلو إنه كمان رافع شعرها، يمكن إذا منزل شعرها وكان كتير هيك curled ومعمول بيكون too much، بس خليها simple فطالع حلو، والميك اب simple، فاللوك كله هيك it's a nice look. وإيش رأيك في الأكسسوارات اللي هي لبساها؟ it's very J-Lo يعني إنه she's كثير لابسة اكسسوارات، بس اتس هير ستيتمنت، مثل الخواتم والسلسال والحلق وهيك، انه بس حلو يعني انه لابسة مش سمبل، بس انه بيسك توب اند جينز، حلو انه شيز ميكسينج ات اب. اوكي، بس هي ترى عشانها سيلبرتي فينفع هي تلبس الهجات يعني، بس اذا تحسي واحده في سنها دحينه ماشيه هل تحسي انه يليق انها تلبس كذا؟ لا اكيد لا، لانه اللون فائع كثير، فيعني اذا رح تلبسي لون فائع يمكن بدك تخليه كومر، تلبسي جاكيت بليزر مثلا اسود او ابيض هيك تهديه شوي. صح، اوكي، تكسر اللون شوي، بدك تكسر اللون. بس لانها سيلبرتي انه اي شيء ممكن تلبسه، بس معكي حق لانه بسنها يعني اللون هذا ممكن مش يعني مناسب. حتى موضوع الخواتم احسه لسن معين، يعني في سن خلاص يعني خاتم خاتمين اناف، بس هي انه بس هذا الترند حق كل الايادي، اتس فور ذا سيلبرتيز اند ذا يونجر جينيريشن. يا معك حق.
خلينا نشوف اللي بعدها عندنا كيلي أوزبورن. ايش رايك في لبسها؟ يعني ما بعرف كيلي أوزبورن يعني بحس هذا الترند اولا الترند قديم كثير خلص زهقنا الروكر اول بانك يعني اول بانك زهقنا مش بالموضه هلا ويعني شعرها بنفسجي ولابسه انه مش مرتبه يعني ابدا و يعني كمان هي شيز اون ذا شو فاشن بوليس بس ما بعرف كيف شيز اون ذا شو لانه كيف ممكن هي بس هي رجعت لي يعني اوريجينلي وين شي واز ا تينيجر هي كانت ذاتس هير بيرسوناليتي هي هذه شخصيتها وستايلها فيمكن هي رجعت يوم صحيت وقالت خليني ارجع 15 مره ثانيه يا بس انه هي كمان هي لسنها ما يعني ما بينفع هي مش صغيره كثير كمان و تو بانك خلص زهقنا البانك اتس نوت اتس مش موضه هلا بس اون كيلي أوزبورن عليها لا ما عجبني ابدا طيب خلينا نشوف اللي بعدها عندنا ايفا مندز لابسه فلورال جامب سوت ووايت بليزر أنا كتير بحب إيفا مانداس يعني عن جد هي ما شاء الله كتير حلوة وبتلبس كتير حلو بالبقلها فالجمب سوت وكسر الجمب سوت مع الوايت بليزر والهيد باند والنظارات والباك كله كله والشوز and the hair color ترى يفرق الهير كولر كمان يعني لو كان شعرها very blonde ولبست هذا اللبس كان حيطلع بشع Yeah. بس يعني معك حق هلا إنه she looks like a Latin beauty يعني مبينة هيك كتير حلو يعني She really, she's got it down, على, down to the T. يعني ممكن نقول إنك تقدر تلبسي هذا الأوتفيت for you. For me, well, يمكن لأني شقرة ممكن ما يطلع. I would have to أغير يمكن الألوان إنه أغمق مش bright floral وهيك أو ألبس جاكيت أسود بليزر أسود بدل أبيض. بس مثلاً إلك بيطلع بجنن يعني. It's Thank a perfect. يعني أنا look. I'm not into florals كتير صراحة بس عليها طالع مرة روعة. كتير حلو. I love it. Yeah, very nice. طب خلينا نشوف اللي بعده عندنا ألف هانينج لابسة ميو ميو. بناسب سنها وبناسبها هي وكتير مرتب هلا انا بحس شوي انه الشنطه اتس تو ماتش يعني لابق بالضبط بالضبط على الافت انا بحب اكسر اللوك مش لا ضروري اذا لابسه بريبي اضلني بريبي بالشوز والشنطه والحلق والشعر شوي اتس تو بريبي بس بس تيم الجاكيت اكشلي احلى شكله احلى احلى هي كانت مبينه شوي اصغر كانت في باريس فاشن ويك وكانت في الفاشن حق فاشن شو حق ميو ميو عشان كذا هي مطقمه اللبس يمكن عشان هيك ملبقه بالضبط على لابس ميو بس انا اجري وذ يو كان ممكن تعمل الشنطه اغمق او لون او سمثينج يعني اتس تو ماتشينج اتس تو ماتشينج بس لها ولسنها حلو اللوك بس زي ما قلنا اتس جست يعني كل إشي perfect مرات البرفكشن مش هالقد هو شوفي هو طالع دحين درجة موضة الباستلز والألوان الفاتحة بس أنا أقول يمكن شعرها هو مخبص الموضوع لأنه ما هو مزبط وباهت she needs to تعمل صبغة or something تغمقه وحطها لي بكله كذا زي الصغار I don't know ايش الفكرة يعني ما أعرف بالضبط يعني it's too much نفس هذا معك I think it is يمكن شعرها يمكن لو شعرها كان يعني مغمقة أو مسوياها أرتب إنه بيطلع اللوك شوي أحلى طب خلينا نشوف اللي بعدها عندنا ريانا لابسة برادا ومانولو بلانك شوز شوفي الأوتفيت كله مع بعض ما حبيته بس كل بيس حبيته أوكي. يعني الفستان اللي تحته كثير حبيته الشوز حلو السكارف حلو الجاكيت حلو بس مثلا هذا الجاكيت انه بده شيء كثير سمبل تحته صح. فستان اسود فستان سلك عادي طويل مش انه يكون قصير الجاكيت وقصير الفستان ولابس بعدين البوتس البوتس اللي لهون اتس تو ماتش بس again celebrities especially Rihanna انه ممكن اي شيء تلبسه وكل حدا حيحبه بس لإلي I think it's too much altogether يعني I can say انك انت ممكن تشتري كل اللي هي لابسته بس ما تلبسيهم مع كل القطع بالضبط ما بلبسهم مع بعض طب وش رايك في شعرها والسانجلاسز حلو انا بحب انه هي بتضلها تغير you know بحب انه بتضلها تغير وبتعمل statements all the time يعني بالبقلها طيب عندنا اللي بعدها لوبيتا نيونغو لابسه ميو ميو أنا هاي الممثلة الجديدة كتير كتير بحبها بلاقيها she's so cute وبالفيلم 12 years a slave كانت بتجنن وحلو اللوك كتير بس أنا التايتس You know she won an Oscar because of that movie Because of the movie yeah والفستان اللي لبسته بالأوسكارز كان بجنن صح أيوه فبس
التايتس مع الشنطة مع الأجن نفس القصة مع الألفانينج يعني كثير عم بتلبق. لو كسرته بإشي هيك مور جرانجي أو إشي نوت سو بريبي إنه بيطلع أحلى. بس القميص كثير حلو وأنا I like her. عندي هيك soft spot لها. كثير ناس بيحبوها لأنه من جد أبهرتنا في خلال كل الإيفنتس اللي عدت. كل لبس بيطلع أحلى من الثاني and تحس هي مرحة وهمبل و يعني you like her على طول. بالضبط. طيب خلينا نشوف اللي بعدها. عندنا كيارا نايتلي لابسة شانيل. إيش رأيك في هذه الطلة؟ يعني كيارا هي ال face of شانيل فإنه ما بعرف بحس كل إشي بتلبسه من شانيل بيلبق لها كأنه معمول لها. وأكيد اختاروها لسبب يعني. اختاروها لأنه هي بتلبق البراند نفسه. يمكن الوي يعني مطلع خصرها كتير صغير هون والديفرنس على جسمها. يمكن على البنت الثانية بيطلع شوي أحلى. بس اللوك حلو مرتب. It's very شانيل. هي أخذ تشكيلة من شانيل هذا. يعني it's the new collection. الشنطة حلو معه والشوز الجولد شوز عم يعني عاكس بطريقة حلوة. بس إنه أنا بحسها هي شوي نحيفة لهذا الفستان لأنه إذا بتلاحظي الويست كتير صغير يعني الفرق. تعرفي أنا يمكن قلت عشان الويست أسود كمان. تعرفي الأسود ينحف. ينحف أكثر. والباقي أبيض فأحس لو عكسوا الألوان كان أسود من برا وأبيض من جوا كان. يمكن. صح؟ معك كان بين أحسن. كان بين أحسن. Yeah. طب قولي لي داري فين ممكن أنت تلبسي فستان زي كذا؟ هاي يعني لانش مع ستات إنه هيك a nice lunch أو a nice. كمان a nice dinner بس it's more of a lunch يعني للغدا حلو إنه بس غدا مرتب يعني مع صحباتك إشي مرتب أو nice party مع صحباتك. طيب خلينا نشوف اللي بعدها. عندنا أوما ثيرمان لابسة برادا شوز وجيفنشي جاكيت. يعني this is a basic look إنه أي حدا إنه leather pants كتير حلوين طبعا بضلوا in style. بس تحس لسنها تلبس leather pants؟ هذا الشيء هو لو كانت لابسة pumps معه يعني nice pump أو nice shoe بس لابسة البوت الواسع إنه مش لسنها. أيه. الألوان طبعاً very basic فبلبقوا على بعض و... بس الجاكيت لسنها. البنطلون لو لبست pumps ممكن لسنها بس مع القميص ومع كل اللوك together مش هالقد. خربط شوية. مش هالقد مش كتير عجبني. وتحسي شعرها كيف والميك اب. الميك اب مش عاجبني ابدا. ايوه انا حسيت عيونها مبينه تعبانه. ومبينه اكبر حتى من سنها بالصور يعني. أيوة. مش هي جميله يعني حلوه بس مش مبينه يعني مبينه. أيوة. هون اكبر بالسن ومش هالقد والبوت ليش مبين واسع ما بعرف يعني مش هالقد حلو. يا طب دالي من بين كل الاطلالات اللي شفناها ايش اجمل واسوأ طلع عندك؟ كثير حبيت ايفا مندس صراحة لأنه it's a very nice casual look وكثير لبق لها فيمكن هذا أفضل look إلي. وأسوأ طبعا حتى لو ليدي غاغا بس I think كيلي أوزبورن لأنه ليدي غاغا at least عم تلبق لشخصيتها. كيلي أوزبورن it's an act for her يعني بتمثل هي وبتكذا بتطلع مميزة وإحنا بنعرف شي stylish لأنه كثير في ناس they follow her بعدين بعد ما her shows وهيك. بس كيلي أوزبورن اوكي هاي شخصيتها بس مش ما في any statement يعني at all which فهاي أسوأ look. أيوه صح أنا معاكي نفس الشيء. I love Eva Mendes. الفلورلز هذه مرة طالعة دحين trendy والصيف جاي وأحس مرة حلو. وبس worst I would go إنه Lady Gaga. Lady Gaga. إيه معاكي حق يعني. يعني كيلي يعني أقدر أفهم شخصية كيلي أكثر من شخصية Lady Gaga صراحة. Lady عجيبة هذيك. دائما حتكون غامضة بالنسبة لي يعني ما أفهمها. طلعتها غريبة يعني. طيب داليا شكرا إن تواجدك معنا وشكرا على المعلومات الحلوة. شكرا كثير. وصلنا لفقرة الموضة لهذا الأسبوع واللي هي Trend of the Week. دائماً بنشوف موديلات أحذية مختلفة في كل موسم وكل عاشقات الموضة بيتجننوا عليها. ومن آخر الترندز النازلة في الجزم هي الطبعات. شوفي معنا آخر اللي نزل في السوق وشوية نصايح كيف تلبسيها. هاي بنات اليوم أبغى أقول لكم شيء عني. أنا مهووسة بالجزم وأنا متأكدة أنه أنتم كمان مهووسين بالجزم. باليوم إحنا في أحلى محل بالمول Level Shoe District. متأكدة لو جيتي ده المحل حتطلع يا بجزمة يا بجزمتين. واليوم خصيصاً حنتكلم عن البرينتد شوز زي هذه بالضبط.
كيف ممكن تلبسيها مع plain outfit أو كيف تقدري تلبسي print on print. خلينا يلا نعمل شوبينج مع بعض. الجزمة اخترت لكم هي فيها الفلورال برينت، زي ما انتم شايفين في الوان مره كثير، في احمر وفوشي واخضر. لما تلبسوا بلين زي اللي انا لابسه اليوم، جينز غامق وبليزر سودا، هذه حيكون اكسسوار الاوتفيت وحيضيف عليها الوان. خلينا نجربها. لو انت تحب اللوك الكلاسيكي الاكثر، ومثلا من البنت اللي النوع تحب تروح اجتماعات مره كثير، اخترت هذه الجزمه. اتس فيري كلاسيك ومره ستايلش. خلينا نشوف كيف اللبس. خليني أوريكي كيف ممكن تلبسي البرنت اون برنت، بس أنصحك نصيحة، لا تلبسي فستان برنت والجزمة برنت، حيصير مرة في كلاش كتير. فدايماً حاولي البرنت مثلاً يكون في سكارف أو مثلاً في بلوزة، والجينز دايماً بلين، يعني اكسر بلين في النص. فمثلاً اخترت لك أول جزمة، إذا أنت كنت خايفة أنه يكون في a lot of prints، في هذه الجزمة فيها just a hint of print، بس الباقي كله بلين، حيطلع مرة حلو شكلها. خلينا نشوف. لو انت اكثر جرأه وتحبي البرنس وتبغي تبين البرنس هذه وتبي تكوني اكثر ترندي وعلى الموضه، في هذه الجزمه مره حلوه ومن جد تطلع مره حلوه على كل اوتفيت انت ممكن تختاريه. خلينا نشوف كيف اللبس. اخر جزمه عندنا اليوم، صراحة ما أعرف إذا تعجب الكثير لأنه هو ستايل من جد جريء، بس أنا بقول لك لما تلبسيها حيكون مرة حلو شكلها، كان على فستان ولا على جينز ولا على بلوزة، دائما حتضيف ستايل للبسك. خلينا نشوف كيف على اللبس. البرينتد شوز من اخر الترندز اللي نزلت هذا الموسم، شفناها في كل مكان على الفاشن شوز وعلى الرنويز، فلا تخافي من التغيير وجربي شيء جديد. هلا مشاهدينا، مطعم كيوبارا من المطاعم المميزه في دبي، كل الديكورات والمأكولات مميزه وغنيه من الشرق الاوسط. تعرفنا على سي اي او اللي شرح لنا اكثر من فين جات فكره كيوبارا، شوفي معانا. المطعم يقولوا مره حلو، سمعت عنه اشياء مره كثير حلوه، فخلينا نزوره من جوا نشوف الديكوريشن ونشوف ايش الاكل اللي بيقدموه. بس قبل ما ندخل ابغى اقول لكم انه لبسوا سمارت كاجوال، يعني زي ما انتم شايفين اليوم انا لابسه جمب سوت وليذر جاكيت عشان برد شويه. فخلينا نتعرف على كيوبارا. لحين حنتعرف على السي اي او جوي غصوب اللي حيعرفنا اكثر على كيوبارا. مرحبا جوي، كيفك؟ اهلا فيك ساره. تسلم، ثانك يو. حكيني من فين جاء اسم كيوبارا وايش معنى كيوبارا؟ كيوبارا اقترح من فتره قبل ما ناسس المطعم مثل ما عم تشوفوا، من شي سنتين طلعنا باسم كيوبارا بس تنفسر انه شو قصه العربي بقلبه، فاذا بتلفظيه من ورا، من اذا بتقلبيه للاسم كيوبارا بتنكتب عربيك. بذات الوقت بالمعنى العربية إنه كبيرة، إنه كبارة، فخامة، مش فخامة على أساس إنه هي الفخامة، الملخص تبعه أكتر إنه the richness بالأكل العربي، فخامة يعني اللوكجري بقلب الأكل، بقلب الأمبيانس، وطبعا كمان في المعامله بين بعض، يعني اتجاه الاكسبيرينس اكثر بين كل العالم
تتوجه للكالتشر تبعولتنا. يا ربي في حكاية ده بتكون رواية، كلي على ناس زمان، كلي على لف ليلة وليلة، ولا لون جاب انت غولة ولا ولد السلطان. عجيتك حكينا مثلا عن هذه الغرفة، أنا لاحظت أنه في عندكم مجالس مختلفة، وكل ما طالع في الجدار منظر مختلف وديكور مختلف، فإيش الماتيريالز اللي مزبوط مزبوط بالذات هذا المقعد هون it's a private مقعد dining بالمعنى سمينا ألماز. ليش؟ لأن بدنا العالم اللي بيجوا لعنا يفكروا أولا بالفخامة، ثانيا إذا بتشوفي حواليك معمول شوي بتنبه الألماز بتشبه بالمعنى، وثالثا أنه تيستفسر أكثر يحس حالهم أنه هن بمطرح لحالهم. حكي ونسى بالنخنبة ببالك اللي رانا صغار ونمو كل حكي. طيب جوي، دحين احنا تفرجنا على المحل وشفنا الديكورات العربية، بس خلينا نشوف الأكل، هل هو عربي كمان زي الديكورات؟ مزبوط، الأكل تأسس أكيد من مطعم عربي بس فيها خلطة من الأجنبي، الشانكليش هيدا بالعربي هي الشانكليش بس إيه؟ بالإنجليز بالعالم اللي نحن فيه هلا بكبارة الووتر ميلون سالاد. أوكي. يعني اللي بقلبها مخلوطة بين الشانكليش طبعا الجبنة الشانكليش وفيها طماطم وفيها الووتر ميلون الكمبرست ووتر ميلون مخلوطة ببعض تعطي الاسنس، واذا مثل ما انتبهتي على الصوره الالوان فيها تبين اكثر انه لذ. طيب خلينا نتكلم عن المين ديش، ويا ريت المشاهدين بس يشموا اللي انا بشمه يعني. ايه والله بتشهي الريحه مشهيه يعني. ايه هيدي المين ديش طبعا ملخص من بلاك كوت. نحن بالمعنى العربي صياديه بس تاسست من البلاك كوت والرز، وفيها خلطة اللبن معها. بتعرفي أساساً نحن كتير منتابع بعالم العربي التخليطات اللبن الدبس الرمان إنه أساسيتنا هؤلاء والمزاهر وأقدر أشوف الفن أكثر كمان في الحلا. إيه يعني شكلها مرة حلوة، أنا ما بخربها وأكلها يعني الصراحة يبغى لها برواز أفضل ما ندق فيها، لازم تبين بالصورة. نحن هيك لا رائع جداً صراحة أحساسنا كمان هيك إنه بتطلع فيها إنه إنه منظر حلو ما بتندق فيه. هلا معمول أكثر هو أساساً الأجنبي ميلك أند هوني بس الخلطة العربية بقلبها طبعاً القطن كاندي اللي شايفه والجوز. يعني مبدئياً في جوز بقلبها وغز البنات طبعاً اللي بتعطي العربية بقلب هذا الديزرت، وهذا شيء خاص بس لكبار، أنا عمري ما شفته في العالم. ايه ما في العالم صراحة، وحتى الصياد يعني الصيادية طبعاً معمول وين ما كان بالعالم ايه. بس البرزنتيشن والستايل نحن كبار كيف نخترعهم ما كتير ما عالم ما حدا قادر يعني قادرين بس ما حدا نفكر يسووهم مثل. طيب جوي شكرا لاستضافتك اليوم لي. ومن جد المطعم رائع وانا فخور انه هذا مطعم عربي، وان شاء الله نشوفك في لندن وكل الاجانب يدوقوا اكلكم. ان شاء الله ان شاء الله نقدر نكمل طريقتنا اكيد. انا ما فهمت واكيد طبعا اذا انتم عندكم اذا ما عندكم شك فينا يعني وبضل موجود الفكره وفي عالم ورانا ما في شك احنا نكمل معاكم نكمل طول الطريق ان شاء الله. شكرا شكرا لك. ليك بليز تفضلي خلينا بالقليل تذوقي شو عم نحكي وعم نشم يعني. اكيد لازم ادوق. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، لا تنسوا تتواصلوا معنا وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة.